ثمن احداث شوط اللقاء الاول. الامور تبدو لا تزال بنتيجتها السلبية. وهنا لدينا كرة هدف اول، والكرة تصطدم في القائم من خلال اللقطة الماضية للفتح الرباطي. ابراهيم البحراوي يدون اول اهداف الفتح الرباطي، او يوسف انوار. سلامات 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 يوسف انوار، ما تشوف شر. اصطدام في اللقطة الماضية وسط المطالبات بوجود التحام قوي جدا كان من جانب محمد خطر، وتدخل في غاية الخطر من محمد خطر على يوسف أنوار. وحكم اللقاء في اللقطة الماضية لم يشهر القرار. شوف كرة يوسف أنوار ومرور الراية، واصطدمت بعد ذلك في القائم لمرمى تيليكوم الجيبوتي. سلامات الفتح الرباطي المغربي. الأرضية وخروج خاطئ وهدف أول. طال انتظاره يوسف أنوار بعد الإصابة، يصيب الشباك ويأتي بهدف الأول للفتح الرباطي المغربي بعد مرور 24 دقيقة، ومن خلال كرة أرضية مثالية أرسلت إلى المهدي الباسل، والرأسية من يوسف أنوار يعطي التقدم للفتح الرباطي الآن. شوف الخروج الخاطئ من الزكير، والرأسية التي تأتي بكل دقة من يوسف أنوار تعطي التقدم للفتح الرباطي. هدف مقابل لا شيء. بالجانب الأيسر محاولة لكرة أرضية بينية، ما سيطر عليها هنالك ركلة جزاء. ركلة جزاء، وخالد طريس قريب، ولذلك لا يتردد في احتساب ركلة الجزاء للفتح الرباطي المغربي. يتسبب من خلالها بالمخالفة، وبعد ذلك ركلة الجزاء. ركلة جزاء للفتح الرباطي، وكرة يتصدى لها الزكير، وبعد ذلك من تيليكوم الجيبوتي زرهوني. محاولة وتسديدة ودياكيتي، هدف ثاني يأتي للفتح الرباطي. هدف ثاني يأتي للفتح الرباطي المغربي، يترجم من خلال الأفضلية، يترجم من خلال أيضا الوضعية الهجومية، ويأتوا بهدف الثاني في شباك أسيست تيليكوم الجيبوتي. شوف التسديدة، الزكير لم يشاهدها، ولكن بعد ذلك إيديا كيتي في متابعة لكرة البحراوي يأتي بهدف الثاني للفتح الرباطي المغربي. اثنين مقابل لا شيء. كرة لم يراها زكير جيف أبدا، لم يتابعها زكير جيف أبدا. لا زال هنالك لدينا دياكيتي زرهوني. هدف ثالث، هدف ثالث الآن عن طريق البحراوي للفتح الرباطي. قام بصناعة الهدف الثاني، والآن يأتي بالهدف الثالث في الشباك ليؤكد أفضلية وروعة الفتح الرباطي المغربي، بينما أسيست تيليكوم الجيبوتي يعاني وكل المعاناة من خلال هذا اللقاء. الصناعة من دياكيتي، والبحراوي إبراهيم هو من يأتي بهدف ثالث. الهدف الثاني كان من صناعة البحراوي وتسجيل دياكيتي
هنا لدينا العكس دياكيت يصنع والبحراوي يسجل. شوف بدأ أسس عن وضعية الدفاعية، لذلك ممكن أن تشاهد كرة تلعب على القائم الأول. لدينا كرة، ربما فرصة لهدف رابع، هل يأتي؟ المهارة الفردية لم تسعف في يطول كرة، بعد ذلك اجتازت، مرت، عبرت، ربما تنتظر الكرة في مكان لك. سعد عيد خريصة يلعب كرة، قائد يحاول بكرة عرضية، استلام حاضر رائع وتسديده سهلة، صاب تسديده بهذه الطريقة وكرة تمر إلى خارج أرضية. الزرهولي غادر، ضربة ركنية نفذت، صافرة تأتي وكرة بعد ذلك تنفذ للفتح المغربي. دياكيتي يحاول، المحاولة لازالت مستمرة، المهدي الباسل يلعب الكرة العالية في مكان، ودياكيتي يستغل ذلك ويضع هدفا رابعا للفتح الرباطي المغربي. إذا الهدف رابع يأتي للفتح الرباطي المغربي، وهدفا ثانيا لدياكيتي في هذا اللقاء في شباك هانزو كيرجيف. المهدي الباسل كان على العرضية، ودياكيتي في الاستلام، والكرة بعد ذلك تعانق الشباك، استلام رائع وتتحول بشكل أروع لتعانق الشباك في لقطة لم يكن من خلالها تسلل كما طالب لاعبو أسس تيليكوم. هل هنالك من هدف خامس؟ وتكون هذه الليلة ليلة الأهداف الكبيرة ربما. هنا لدينا ركلة جزاء وهدف خامس يقترب له. لاحظ التدخل والوقوع للمهدي بطاج البديل الذي جاء للتو إلى ملعب اللقاء. المهدي بطاج بعد ركلة جزاء تسبب بها عبد الله حسن. هدف خامس هل يكون بأقدام إبراهيم البحراوي ويكون ثاني أهداف البحراوي في هذا اللقاء؟ ربما يكون كذلك. هنالك ركلة جزاء مهدرة في شوط اللقاء الأول كانت للفتح الرباطي المغربي. هل ينجح هانزو أجيف في التصدي أم بأن البحراوي يضع خامس الأهداف للفتح الرباطي المغربي؟ يبدو أننا على موعد مع هدف خامس بأقدام إبراهيم البحراوي. صافرة تأتي، البحراوي وإنزو، إنزو يتألق، إنزو يتصدى، إنزو يبدأ للمرة الثانية في التصدي لركلة الجزاء. إنزو جيف هذه المرة يكرر تألقه، ورغم وصول الفريق المغربي في أربع مرات إلى شباكه إلا أنه يقدم مباراة جزاء مهدرة. هنا محاولة تسديدة، الله، المهدي بطاش يأتي بالخامس للفتح الرباطي وبتسديدة قوية للغاية. لا يستطيع إنزو كيف إلا التقاط الصور معها، إلا متابعتها وهي تعانق الشباك. كرة بهذه القوة بهذه الصورة تعانق المرمى، وهدف خامس يأتي للفتح الرباطي المغربي. صعب عليك يا إنزو، صعب عليك يا جيف في كرة الماضية. هنا ربما هدف سادس الآن يأتي لدياكيتي وتسديده والمرمى خالي والكرة لا شيء. اللقاء الأول أيضا شهد خمسة أهداف، وهنا لدينا هدف سادس يضيع بالإمكان. هدفا آخرا وهدفا سادس يضاف. حاول التسديدة أيضا هي الأخرى تمر. الشوط الثاني فرصة لهدف سادس ربما يأتي. نعم هدف سادس، نعم هدف سادس يأتي لمصلحة الفتح الرباطي المغربي. نصف درزن الآن، شوف الانطلاقة، شوف التوغل،
وبعد ذلك الوصول إلى الشباك بهذه الطريقة بهذه الكيفية. أمين لواني يضيف اسمه ضمن قائمة الأسماء التي تسجل في هذا اللقاء. 6-0. تيجي كبير. تيجي